عندنا ورشه عمل حول اكاديميه سيسكو والجيل الجديد اللي هو يعتبر الجيل الرابع من الانترنت لكل شيء. هذا الجيل جاء بعد ايش؟ بعد عده اصدارات بالنسبه للانترنت ابتداء من الفيكسد نتوركينج والموبايلتي والانترنت اوف ثينجز والانترنت اوف ايفري ثينجز اللي مقرر ان يتم او يكون البيرث داي الى عام 2020. اكاديميه سيسكو بجامعه تكريت كان لها دور انه فتح هاي الورشه، واضافه الى الورش حول الاي بي في 6 باعتبار انه الاي بي في 6 راح يكون له دور عالي عام 2020 إضافة إلى نفاذ الـ IPv4. أكاديميتنا التمحور الورشة العمل مالتنا التمحور حول الانترنت of everything، الانترنت لكل شيء عام 2020 إن شاء الله يكون هو البيرثداي إلى من خلال تطوير من خلال اعطاء اي بي لكل شيء. حتى الانسان ممكن ان يعطى اي بي من خلال يسموها الراديو فريكوينسي اي دي، تكون هي عباره بقدر حجم حبه الارز تحقن بالانسان، وممكن ان يكون هو شيء من هذه الاشياء. انا مدير اكاديميه سيسكو وسام داوود عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الهدف من إقامة الورشة في ورشة أكاديمية سيسكو في جامعة تكريت، وما هي الأهداف المرجوة منها في المستقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حقيقة بالتعاون بين كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية وكلية التربية للبنات قسم الرياضيات تمت إقامة هذه الندوة لتعريف الطلبة والأساتذة التدريسيين في الكليتين أو جامعة تكريت عموما على ما هي سيسكو وما هي أهداف هذه المؤسسة أو الأكاديمية التي تم إنشاؤها في جامعة تكريت، والتي تمنح شهادات لمنتسبيها، والتي والحمد لله تم التعريف على ما هي كيفية بداية هذه الأكاديمية وما هي فروعها في أنحاء العراق في إقليم كردستان أو في المحافظات العراقية الأخرى. وكذلك تم التحدث عن الإنترنت وأنواعه وأنواع شبكات الإنترنت من قبل الأستاذ مساعد دكتور مسارع كريم محمود، والذي أوجز بشكل وافي وكافي لأنواع الشبكات من Local Area Network والWide Area Network والفرق بينهما، وكذلك الإنترنت for things and all the future network services like internet for of everything. And في نهاية هذه الندوة تم منح شهادات للسادة أو للطلبة اللي مشتركين في هذه الأكاديمية، والله الحمد كان اللقاء مثمرا مع الطلبة وحثهم على المشاركة في هذه الأكاديمية والسعي لبناء بنى تحتية ذات مواصفات عالمية لهذه الأكاديمية، ولكي نكون رواد في العراق الحبيب لرفع اسم جامعتنا والإنترنت بشكل خاص. وشكرا. لاحظنا أستاذ خلال الندوة أشاد رئيس جامعة تكريت الدكتور وعد بهذه الندوة وهذه الأكاديمية، ما هي المتطلبات المرجوة منه في المستقبل لتطوير أو لتطوير هذه الأكاديمية في جامعة تكريت وتحقيق أهدافها في المستقبل؟ الحمد لله. طبعا بالنسبة لرئيس جامعة تكريت دائما هو سباق ومتعاون مع جميع الإنجازات للكلية للجامعة، ليس فقط كلية الهندسة أو هذه الأكاديمية، وإنما هو داعم لكل ما يحقق التقدم العلمي لجامعتنا. والحقيقة كان النقاش معه بناء وهادف وواضح لرفع هذه الأكاديمية ودعمها ماديا ومعنويا، وإن شاء الله في المستقبل القريب سيكون لنا لقاءات أخرى معه، وسيتحقق ما نرجو له، وهو أن نكون على دراية كاملة أو نكون تكامل الإنفراستراكشر، يعني كما تعرفون الحقيقة تأثر الإنفراستراكشر في جامعتنا بشكل كبير، والرجل وعد بأنه كما اسمه وعد بأن يدعم هذه الأكاديمية ويعيد إليها البنى التحتية إن شاء الله. حقيقة آخرا لا يودنا أن نقدم الشكر الجزيل لكل من شارك في هذه الندوة، ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن جميع. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم خليل صالح، رئيس قسم الهندسة الكهربائية جامعة تكريت. شرفنا بك دكتور. بارك الله فيك.
السلام ورحمة الله وبركاته. الهدف من إقامة الورشة اليوم في جامعة تكريت وما هي المحتويات التي تتضمنتها هذه الورشة وما هي الأهداف المرجوة منها؟ الهدف من إقامة ورشة العمل هو تعريف الناس ومنتسبي جامعة تكريت وطلاب بالجيل الجديد اللي هو يعتبر الجيل الرابع اللي جاء بعد عدة مراحل. أولها كانت الفيكسد نيتوركينج، وبعدها جت الموبايلتي، وبعدها جاء الانترنت أوف ثينج، وحاليا إن شاء الله البيرث داي للانترنت أوف إيفريثينج سنة 2020. الهدف هو بيان كيف أنه راح يغير هذا الجيل بالحياة اليومية وكذلك الحياة الاقتصادية وكذلك من ناحية التعليم، كيف أنه ممكن أن يغير بمجتمعاتنا. لاحظت من خلال الندوة ظهرت كلمة أو عنوان الورشة أنه الإنترنت في كل شيء، ما هي السلبيات أو الإيجابيات من في المستقبل في 2020 أن الإنترنت يدخل في حياة الإنسان؟ ما هي التأثيرات السلبية والإيجابية لها؟ هو إن شاء الله ماكو سلبيات، لكن المحاور حاليا اللي تدور حولها المشاكل أنه حول البرايفسي انفورميشن، كيف أنه ممكن هاي البرايفسي انفورميشن أن تأثر على حياة الناس خصوصا بسوء الاستخدام للانترنت. لهذا انه لازم يكون ايش، لازم يكون اكو توعية، وهي من ضمن هذا البوابات اللي تقيمها اكاديمية سيسكو، توعية بالجيل الانترنت، كيفية الاستخدام، كيفية سد الثغرات اللي ممكن ان تسبب تعتبر انه قبعات احنا نقول عليها حمراء تأثر على خلينا نقول المستخدمين او تاثر على برايفسي انفورميشن بالنسبه لهم. متحضرين لمعالجه السلبيات وقبل طرح الايجابيات؟ اكيد هو ماكو انه ماكو مشروع يمر اذا ما تحتوي على السلبيات، ومن خلال هاي السلبيات هي راح تكون بروبلمز، هاي لازم يتم حلها يعني ان شاء الله، سواء كانت هي سلبيات هسه موجوده حاليا من جهه السكيورتي او هي سلبيات تكون من جهه خلينا نقول بحاله الفيوتشر، يعني اكيد انه راح تكون. ما هي أمنياتكم أن يقدم رئيس جامعة تكريت الدعم لأكاديمية سيسكو في جامعة تكريت؟ نتمنى أن تبنى انفراستراكتشر صح، أن تغير البناية للانفراستراكتشر من مركز الحاسوب، لأن هي بناية ما تصلح أن تكون بناية للداتا سنتر، لا أرضية كاذبة ممكن أن يتم بها، وكذلك أنه قاعات من جهة التبريد و يعني أكو أمور تخص لوجستية وأكو أمور تخص تقنية، يعني نتمنى أن يكون دعم من رئيس الجامعة. من خلال حضور رئيس الجامعة اليوم لمستوا شيء من دعم معنوي ومادي في المستقبل؟ كان مفرح حضور رئيس الجامعة صراحة، وكان صراحة أنه قد يكون تقصير منه أنه بسبب أنه انشغال بسبب أنه ضيق الوقت أنه ما نوصل كل شيء لرئيس الجامعة، لكن التمسنا أنه رئيس الجامعة هو أكيد أنه له دور يعني بكل هذه حتى بإنشاء هاي الورشة، لكن التمسنا أنه دور لازم يكون مباشر هو مطلع عليه، وهذا ما نتمنى يعني أن رئيس الجامعة أن يكون لدور مباشر. التسجيل في الأكاديمية يقتصر على طلبة جامعة تكريت أم ما راح يقتصر على طلبة جامعة تكريت؟ عندي طلاب أنا من الجزائر، عندي طلاب من المملكة العربية السعودية، عندي طلاب من يعني من بلدان عربية، فما يقتصر فقط على جامعة تكريت. أقصد أن يكون طالب أو عادي أي موظف؟ شرط أن يكون طبعا يجيد ولو اللغة الإنجليزية، لازم يكون عنده معرفة بالإنترنت حتى ممكن انه يطلع على اذا بحاله حضور ورش العمل، يعني وبحاله انه هو يكون يعني يشق حياته الاي تي لازم يكون انه حتى يكون جلوبال يكون عنده انجليزيه صح. حضرتك انا وسام داود عبد الله مدير اكاديميه سيسكو جامعه تكريت. تشرفنا يا دكتور. تشرف الله يسلمك.